متوقعين نطرح حصة إضافية قد إيه تقريباً؟ الكلام مبدئياً 10%، مبدئياً 10%. هل وده إمتى توقيته أستاذ عماد؟ يعني أتصور إن هو قبل نهاية الشهر بإذن الله بنوك الاستثمار هتحدد الموعد المناسب للطرح، ولكن اتصور انه هيبقى قبل نهايه الشهر باذن الله. هل الوقت يعني عندي سؤالين، هل قبل نهايه السنه اللي هو بيحصل فيها طبعا جني ارباح المراكز بتاع المستثمرين قبل نهايه السنه دي بتبقى عايزه تتقفل، هل ده ميعاد مناسب في رايكم؟ وكمان هل الوقت الحالي برضو مناسب مع التضخم مع الوضع في البورصه؟ هل انتوا ايه وجهه نظركم؟ هو طبعا حضرتك يعني شايفه اوضاع البورصه الحاليه ما هياش جيده، ولكن احنا النهارده لابد ان احنا نطرح حصص عشان نبتدي ننشط البورصه شويه، والا امتى هيجي الوقت المناسب؟ يعني احنا الظروف اللي احنا فيها دي لو فضلنا نستنى الوقت المناسب علشان نبتدي نطرح الشركات بتاعتنا قد لا ياتي الوقت المناسب. فاحنا النهارده بنقول ان اللي بيحدد الوقت المناسب هو الانفستمنت بانكس، وهو اللي بيحدد الانفستمنت ابيتايت او اشتهايه للاستثمار عند الناس المستثمرين اللي موجودين سواء داخليين او خارجيين، وبناء عليها هو بيحدد اذا كان الوقت ده مناسب ولا لا. فيعني عمليه مناسبه الوقت اللي بيحددها الانفستمنت بانكس اللي او بنوك الاستثمار اللي منوط بيهم ترويج.